تشهد منطقة أزاون على ضفاف وادي جنجن بولاية جيجل إقبالا ملحوظا من قبل الزوار الذين فضلوا قضاء أوقاتهم بين أحضان الطبيعة الساحرة والغنى بمناظرها الخلابة. وإحنا كعائلات خيرنا السياحة الجبلية على السياحة الساحلية، خيرنا البلاصة هذه خير من البحر، خلي ابنك يعوم ما تحوش عليه، ما يغريك ما تخاف منه. الناس المنطقة زادوا تهلاو فيها وقاموا بها وعجبتنا من حيث الأمان وعندك مين تقاري عندك مين تريح بلا فامي. يسعى القائمون على فضاء أزاون إلى تقديم خدمات نوعية تتناسب ومتطلبات الزوار، آملين في توسيع النشاطات التجارية بالوادي. شديت الواد وخدمت لي بانغالو، كان مقبل كانت بلاصة شغل ما تزيش الغاشي 58 ولاية كانوا يجيو لهنا هكذا واكد، من بصح أنا دروك خدمت وصلحت لي وديت لي تساع فيها. صراحة عندنا مكان خاص بالعائلات هنايا، الأكل ما يخصهمش كلش كاين، الواد هنا وحدهم ما يخصهم حتى مشكل، عاونونا عندنا الإنارات خصنا التريسيتي لازم يهبطوه لنا باش نوسع أنا ممكن نزيد ندير حلماناج هنايا. وتسعى السلطات المحلية لتهيئة مثل هكذا فضاءات من خلال تخصيص غلاف مالي لأشغال التجهيز وإعادة تأهيل هذا المكان. هذه المنطقة عرفت مؤخرا إقبال كبير بعد ما تم تهيئة الطريق البلدي الرابط بين بلدية وجان وبلدية الأمير في مقطعه أغبير أزاون، وحنا في إطار السياحة تشجيع السياحة الجبلية وكذلك خلق فضاءات سياحية جديدة رانا نسعى باش نهيئوا هذه الفضاءات، وقمنا بتخصيص غلاف مالي بسيط على مستوى ميزانية البلدية من أجل تهيئة هذه الفضاءات. وقد أضحى الاهتمام بمثل هكذا أماكن ضرورة حتمية من شأنها الترويج للسياحة الجبلية في ولاية تشغل المساحات الخضراء فيها ما يزيد عن 70%.